وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونحن في يوم الاثنين 14 خلونا من شهر الله المحرم الحرام الأصم مفتتح عام 40 و400 ألف من النبي صلى الله عليه وسلم. سائل فاضل كريم من السودان يسأل ويقول: ما صحة الحديث دع الناس في غفلاتهم يرزق بعضهم بعضا؟ نقول أيها الكرام الفضلاء، هذا بهذا اللفظ لا يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنما الحديث أصله عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه قال عليه الصلاة والسلام: لا يبع حاضر لباد، دع الناس يرزق بعضهم بعضا. زاد أبو شهبة: في غفلاتهم، ولا توجد هذه الزيادة وهي وهم منه رحمه الله، وعليه فلا تصح هذه الزيادة، إنما الحديث لا يبع حاضر لباد، وفيه النهي عن تلقي الجلب والركبان. دع الناس يرزق بعضهم بعضا، أي ينزل البادي إلى السوق فيبيع سلعته، ولا يتلقاه الركبان، ولا يقوم الحاضر أي الذي يسكن في الحضر بالبيع للبادي الذي أتى من الصحراء. فإن حدث أن ختل البادي أو أنه خلب أو أنه غش، فله خيار أن يسترجع بضاعته وأن يبيع بسعر المثل، وهذا قول الجمهور. وصلى الله عليه وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.